وكيلو بزر من المحمص هذه العزاوية، والفرش الزنبركية التي يتناسب طولها وعرضها مع حجم المنتسب من أجل نوم مريح. تفضل يا ستي. يعطيك العافية، أنا اسمي تمرة من محطة الواحة للوظائف. سؤالي لسعادتك، شو سبب عدم حصولكم للعمل لحد الآن؟ شوف يا ست، والله هي الأسباب كثيرة، ولكن أهمها أنه ما بي عندنا خبرة. من وين تجيب خبرة عفوا؟ تعرف تقولي بطتنا بطت بطتك وبطتين وبطة؟ عادي إذا ما بتعرفي واسطة ومنحل موضوعك. تفضلي ستي. معكم فهمانة أبو العراف، مندوبة قناة التنظير. سؤالي لكم، هل عندكم المهارات اللازمة للعمل؟ إيه، هاتشيف العاد أتشيب عندنا مهارات وكثير اكتسبناها، أهمها العمل تحت الضغط. شايف يعني هالساعة وأنا بالدار وبشطف بالدرج، أخوي الصغير بكب لي المية، بقدر ألحق عليه مع أنه بدلق الدلو مرة واحدة، وبالإضافة كمان للعمل ضمن الفريق. يعني أختي وهي أحد أعضاء نقابتنا الموقرة بتليف الصحون واني بغسلهن، وكمان بي عندنا دقة بالعمل تعلمناها من خلال لف الدوالي ونقر الكوسة. مساء الخير، انا معتصم المرابط من اذاعة الميدان. سعادتك، هل في اي حلول او مطالب تطرحها النقابة على الدولة؟ اها، شوف سيدي، احنا حاليا بي عندنا مطلب واحد، انهم يخصصوا يوم عالمي للاحتفال بالعاطلين عن العمل. يعني عشاق البيتزا ما مش اهم مننا، ايه هات شايف لعاد، لكن بشرط كل العالم تعطل بهذا اليوم ما عدا العاطلين عن العمل، هم اللي بروح يداوموا. نفس الجرب نشتغل شهادتنا لو مرة واحدة بس، يعني ايه نتأكد بعدها شغالة ولا ما هي شغالة، ولا والله العظيم بنصعدها وبنعلن اضراب مفتوح، والمعلمين مش احسن مننا. انا من باب التواضع ما بدي اعرف عن نفسي، ما بدي مايك شكرا. يعني انتوا عاطلين عن العمل، عن شو بدك تضربوا بالضبط؟ يعني لو سمحت، ترى احنا شوفيرية قد الدنيا، والله العظيم لو ما لبوا مطالبنا لنصف فرشاتنا قدام مجلس النواب ونعلن ونخليها قضية عام. يا قاعد، يا قاعد.